تمام. طيب قبل ما اخد راي كابتن حشيش وكابتن اسامه حسني، خلينا نطير على طول للجزائر برضو وكريم احمد يقول لنا الاجواء من داخل الملعب بقى، داخل ملعب 8 مايو 1945 ملعب وفاء سطيف، هو نجيل صناعي مش نجيل طبيعي. كريم قول لي يا كريم. كابتن سيد برحب بيك وبرحب بكل طبعا نجوم استوديو التحليلي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتن اسامه حسني. اجواء حماسيه هنا كالعاده طبعا في ملعب 8 مايو، حضور مكثف جدا، وده اللي توقعناه وقلناه خلال الرسائل الماضيه يا كابتن سيد، يتواجد يمكن 30,000 مشجع متواجدين داخل ملعب 8 مايو. التذاكر زي ما قلنا يمكن بيعت ساعه بالظبط، مجرد طرح التذاكر ساعه الزمن بالظبط كانت بيعت كل التذاكر نظرا لاهميه هذه المباراه. زي ما قلنا تامين على اعلى مستوى هنا مع بعثه النادي الاهلي منذ وصولنا السيد، الامور كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا حتى هذه اللحظه. يمكن ده كمان كان ليه تاثير خلال الايام اللي فاتت، حصلت مشكله كبيره هنا بين فريقين، فريق برج بوعريج وفريق مدينه الجزائر، وحصلت يمكن 55 شرطي عندهم اصابات و113 من الجماهير واللاعبين، كانت ازمه كبيره جدا. يمكن ده انعكس ده على نفس الملعب يا كريم، ده على نفس الملعب ولا ملعب تاني؟ لا ملعب 8 مايو، لا ما كانش على ملعب 8 مايو، بس يمكن ده اللي كان حاصل. فنظرا لمباراه الاهلي وفاق الطيف، وعارفين طبعا شراسه فريق وفاق الطيف وجمهوره داخل الملعب، فكان التامين مكثف جدا 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 منذ وصولنا هنا في الجزائر. وصل بالفعل فريق النادي الاهلي يمكن الساعه 9 زي ما قلنا في توقيت الجزائر، اتحركنا 25 دقيقه كان وصولنا هنا ملعب 8 مايو. لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا يا كابتن سيد، الكل ان شاء الله باذن الله على قلب رجل واحد داخل الملعب، تأمينا كله ان احنا داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير، ده اللي نسجل فيه، ده اللي احنا نركز فيه بشكل كبير، وده اللي واضح. واتكلمنا مع كابتن محمد يوسف، قال احاديث كثيره بين اللاعبين فرديه وجماعيه، كابتن حسام عاشور ككابتن فريق النادي الاهلي بيقوم بدور كبير خلال الفتره الماضيه وخلال الايام الماضيه مع لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن سيد باذن الله نصعد من هنا من الجزائر للمباراه النهائيه، ويكون فرحتنا مع لعيبه النادي الاهلي كالعاده من خلال ملعب الاهلي وشاشه قناه الاهلي يا كابتن سيد. طيب كريم، كنا اتكلمنا على تشكيله الاهلي، لكن عندك معلومه بالاحتياطي بقى يعني مين اللي خارج ال 18، مين ال 18 اللي موجودين على الدكه، ولا لسه الورقه كامله ما خرجت لكش يا كريم؟ بالظبط يا كابتن سيد، حتى هذه اللحظه يمكن تشكيل الفريقين لم يخرج، لكن انت عارف بمجهودنا وبتعبنا بنحاول ان احنا نجيب التشكيل من قبل ما نطلع من الفندق، وده اللي بالفعل قدرنا نحصل عليه في خلال دقائق. ان شاء الله يا كابتن سيد هيكون معاك في تشكيل فريق فاق السيد بالكامل، وايضا كمان كل اللعيبه اللي خرجت بره الدستور، وايضا كمان بدلاء النادي الاهلي باذن الله يا كابتن سيد. طيب شكرا كريم احمد، ان شاء الله الرحمن نعاود الاتصال بيك باذن الله، لكن برضه عشان لسه بيتفرج علينا دلوقتي اقول لكم تشكيله الاهلي مره ثانيه، يعني مكونه من